في ليلة ماتعة من ليالي الملتقى الدعوي الأول في مدينة بريدة، التقينا بشيخنا وكان لنا شرف اللقاء به في محاضرة ألقاها هذا اليوم، شيخنا الفاضل الشيخ صالح بن عواد مغامسي. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله أستاذ الكريم، أسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم آمين. شيخنا، كيف رأيت الملتقى الدعوي في مرحلته الأولى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ظاهر جدا أن الإخوة المنظمين لهذا الملتقى لديهم تجارب سابقة، وإن كان هذا هو الملتقى الأول بهذا المسمى، مستوى الإعداد، مستوى الحضور، الاستعانة بالتقنيات الحديثة، الترتيب الإداري، كل ذلك يدل على أن هناك خطوات معدة ومسبوقة، وأن هناك حرص جلي من الإخوة لأن يظهر الملتقى في أكمل زينة. وهذا حسن جدا، لأن الأمور إذا تعلقت بالدعوة إلى الله ينبغي أن تخرج إلى الناس في أبهى حلة. جميل. شيخنا الفاضل، شاركت في ملتقيات كثيرة خلال رحلتك الدعوية، ما هي الأشياء التي تمنيت أو تتمنى أن تراها في ملتقى مثل هذا الملتقى؟ والحقيقة الملتقى هذا تغشاه السكينة. بعض الملتقيات الأخرى قد يكون كثرة البرامج فيها كثير من يعني تميل إلى جانب الترويح أكثر، وهذا لا يستقيم مع إلقاء المحاضرات، وإن كان في منهجيتي لا أحاضر إلا في مساجد، لكن إذا كانت بعض الملتقيات ترتقي إلى أن الترويح فيها أقل، ممكن يعني أن يقبل الإنسان أن يأتيها. وأعتقد أن الملتقى الدعوي الأول في بريدة واحد منها إن لم يكن أولها. شيخنا الفاضل، كيف رأيت جمهور هذا الملتقى ورواده بالنسبة للحضور، عدد الحضور، بالنسبة لتفاعلهم مع المحاضرة؟ وما شاء الله لا قوة إلا بالله، العدد كان مميزا ما شاء الله، وأكثره من الشباب، وهذا يدل على أن الملتقى حقق شيئا كثيرا من أهدافه، لأن الشباب اليوم ينبغي أن يكونوا هم المخاطبين الأولين بالدعوة، لكن يحتاجون إلى لين، إلى رفق، إلى معرفة أحوالهم، إلى مخاطبتهم، مخاطبة يغلب عليها الاعتراف بحقهم في كثير من المناشط التي يأتونها. لا ينبغي أن نصادم توجههم الرياضي أو توجههم التقني أو توجههم المهاري، كل هذا حق مكتسب لهم، لا يمكن أن يكون الناس كلهم أئمة ودعاة وخطباء، هذا محال، لكن ينبغي أن يعلقوا بالله، هذا المهم جدا، أن يكون لهم وجهة مع ربهم تبارك وتعالى. سبحانه. شيخنا الفاضل، في نهاية هذا اللقاء أود أن أسمع منك كلمة توجهها لزملائي العاملين والإعلاميين في هذا الملتقى. أولا أهنئهم على هذا النجاح المميز، صحيح أن الملتقى بقي عليه يوم أو يومين ثم يختم، لكن الحق أن النجاح ظاهر جدا، ولا يمكن أن يكون هذا النجاح قد ولد وقت قصير، ولا أنه ظهر لوحده، هناك يظهر أن هناك تخطيطا جيدا وإدارة قوية وحزم مع لين مع الناس. وكما قلت في سالف القول، أنا أعتقد أن الملتقى حقق نجاحا كبيرا، وأن الإخوة الإداريين في شتى اللجان العاملة في الملتقى أدت ما عليها على أكمل وجه، وأجدد التهنئة لهم وأشكرهم شكرا كبيرا عن نفسي وعن إخواني من العلماء والدعاة الذين حاضروا في هذا الملتقى المبارك. هذا اللقاء فضيلة الشيخ، اسمح لي أن أشكرك باسمي أنا وباسم العاملين وباسم المنطقة وأهلها، شكرا لك يا شيخ، جزاك الله خير. أشكركم جميعا، وأسأل الله أن نرى الملتقى الثاني والثالث والرابع إلى غير ذلك في هذه المدينة المباركة، مدينة بريدة، وأنا أول من يسجل اسمه في المشاركة في هذه الملتقى. جزاك الله خير، شكرا لك.